ما مدى صحة قول القائل إن الذين يقولون المبتدع لا تذكر حسناته قول باطل، بل في بعض الأحيان تذكر حسناته للحاجة؟ ما احنا مشغولين بالناس نوازن حسناتهم وسيئاتهم، هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا علمنا من شخص خطأ فإننا ننبهه على هذا، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإننا نقول لمن يصاحبونه ترى عنده كذا وكذا وعي يرجع، نبين هذا للناس من النصيحة. نعم. أما الحسنات الله أعلم، أنت تعلم إن هذه حسنات، لا يعلم الحسنات إلا الله سبحانه وتعالى.